اوكي يا جماعة، صار لي يومين مش مبين، مش عارف دخول الميت، ما بعرف ايش فيه. صار لي فترة هيك محتار، ما تحس انه ما في محتوى جديد، مش عارف ليه. جالس في اللعبة صار لي ساعة بفكر، يا جماعة بدنا فيديو، ما طلعش معي الا فيديو تسليكي زي فيديو الحين. المهم اليوم يا جماعة راح نجرب الماك 10 يا جماعة. سلاح زي ما اجى فجأة قوي اختفى فجأة، ويعني ما بعرف اخذ نيرف اختفى من اللعبة. على العموم اليوم راح نسترجع الماك 10 ونشوف يعني ايش وضعه حاليا بين الأسلحة الموجودة. وزي ما شايفين في عند سكن لطيف القطة الشريرة، يعني صراحة نايس سكن كود. على العموم مشكلتنا الحين هي في الايرون سايت الغريب راح يكون. المهم يعني هاي التركيبات امامكم، ما بدنا نحكيها، بدناش اطول الفيديو، هندخل جيم رانك مع بعض ونجرب السلاح. اوكي شوت هاوس، يا رب ما انصدم فيه، صراحة بدي يكون كويس. لمن لا برزن يا لا يصلح. او ماي جاد ايش اللي بلعته انا؟ لقد بلعته ثمبرا يعني كبيرا. احا فاير. اوكي يعني ما بعرفش، سلاح تخصصه خفيف بزيادة. يلا اوكي ممتاز. اوه ايش هالوضاعة اللي انتو فيها؟ اوكي وين راح؟ مثل علي بس ايه من خارج. اوكي ايه يو بي 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 شلنا واحد بس. اوكي نوت بان جماعة، السلاح مش سيء والله، يعني السلاح بعده شغال شوية مع انه خفيف، يعني ما مش عارف، لازم يضيفوا فيه مواسير اللي هو الاو دبليو سي الثقيلة. طفي السلاح هيبة بدل ما هو هيك خفيف، تحسك ماسك ريشة مش سلاح. اوكي بنانا. اوكي خلص راوند 14 كيل. الصراحة السلاح شغل غدرات مسافات قريبة كمان. والله ليش الصراحة ما بعطي افضلية على بقية الاسلحة الصغيرة اللي شبهه زي الكيو اكس ار الاكس 9 واسلحة مشابهة. صراحة هذا ما بيفوز بينهم. مالي دخل. شوف في صعوبة في ال شوف، ما هذا اللي بحكي عنه، هذا اللي بحكي عنه، خفة السلاح. مخزنك ما بكفي تقتل خصمك فيه. هو 50 رصاص 43 خلاص خالص. اخذ لك معك كريك 6 يا جحش. يلا الحين اوكي. ما ادري هو ما تعدى من هون. يا الله اوكي لا اصبر. يا اخي والله العظيم الشتائم منها يعني تقتصر في فاك في حقك. خفيف والله. حولي على المكتن. وين اي سلاح؟ فيش سلاح زي الأول الناس، الحمد لله على كل حال. معناش اكس 9 حتى بدلناه فيه. والله متوتر كثير، ممكن تخلص الجيم. انا اكتفيت صراحة، انا اكتفيت يعني. اوكي الحمد لله نطلع بس هيك الصراحة. انا يعني ما زي ما حكيت لكم من البداية مقطع تسليكي شفتنا فيه من البداية حكيت لكم مقطع تسليكي جربنا فيه المابتين، وبدنا يعني عرفنا السبب انه ليش ما حد بيلعب فيه حاليا. سلاح قوي كل شيء ولكنه خفيف، يعني مش كفايه انه الريكويل تبعه اساسا قوي في المسافات البعيده عالي ماشي، فوق هذا الدمج تبعه قليل وسرعه الرصاص عاليه، فانت بتضيع نص الرصاص عشان بس تعمل عليه دمج 50. في عندنا اخونا هذا مش عارف، يعني موضوعه غريب الصراحه، حاط صوره فخمه ولايقه مع الفريم، وبنفس الوقت جايب 3 كلات وميت 9 مرات. يعني انت ما دينه. اوكي بس كده يعني الله يقدرني انا انزل الفيديو اليوم قبل الساعه 12 بالليل. خلينا نروح نشتغل الفيديو على السريع. اشوفكم يعني اشوفكم
لما ينزل الفيديو. اعمل لايك، اشترك في القناة، بس كده يعني عشان ما اسمي حالي سحبة. اوكي يعني قدر ذلك واعمل لايك. ديسكورد في الوصف، انستغرام تابعني هناك. مش متفاعلين كثير هالايام يعني، مش عارف صراحة، روح تابعني وما عليك ان شاء الله يعني. وصحيح يا جماعة، في عندنا شح في الافكار هالايام، ف لو عندكم اي افكار حابين يعني نجربها في مقطع، نزلوها اكتبوها في التعليقات، في عندك خانة التعليقات تحت ترى يعني، شيك عليها. وبس كده، اشوفكم على خير بفيديو جاي. سلام.